أعظم جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه وفي حق غيره أن يقتل مؤمنا متعمدا. ليس هنالك أعظم في التاريخ من هذه الجريمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لكبهم الله في النار جميعا جميعا. ابن عباس كان يقول إن القاتل العمد ليس له توبة، وعندما قيل له: يا ابن عباس فإن تاب وندم، قال: ثكلتك أمك، أنى لمثل هذا أن يتوب. يا جماعة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. زوال الدنيا كلها، زوال الدنيا أهون عند الله من أن تقتل رجلا مسلما بغير حق. ولا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. كل مصيبة دون هذه المصيبة جلل بسيطة. يا جماعة، اضبطوا أنفسكم، خذوا بالعفو، أمروا بالعرف، أعرضوا عن الجاهلين، أعرضوا. الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين. أحد يستهزئ بك؟ أحد يضحك عليك؟ أحد يضحك بك؟ أحد يضايقك؟ أعرض عنه، الله يكفيك إياه. لا تسلم نفسك لهواك فتخسر دنياك وآخرتك.